خلونا نبدأ مع حضراتكم مع حلقتنا النهاردة بالكلام والحديث عن الأكل، لأن أعتقد مفيش حد ما بيحبش الأكل، وإحنا كمان مقبلين على بداية فصل الشتاء. خلاص إحنا في فترة الإحماءات لفصل الشتاء وهي فصل الخريف، الكل يعني بيلجأ إلى الأكل تحديدا للتدفئة، وأعتقد أغلبيتنا أو الغالبية العظمى منا بيلجأ للفيديوهات اللي بتبقى موجودة على اليوتيوب أو السوشيال ميديا بشكل عام علشان اللي هما ينفذوا يعني هذه الوصفات اللي بتكون موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. أكيد إلى حد ما بنشوف شوية من الإبهار، مرة بتصيب ومرة بتطلع معنا أكلة حلوة، ومرة تانية بيكون مصيرها يعني أعتقد إحنا عارفين مصيرها بيكون فين. لكن خلوني أسأل بسنت، هل بتلجأي للسوشيال ميديا والفيديوهات اللي بتكون متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي علشان تنفذي الأكلات السريعة اللي بتكون موجودة عليها؟ كتير جدا، وأظن إن إحنا في فترة الكورونا بالذات ابتدينا إن إحنا نتجه للمطبخ، كلنا كنا قاعدين في البيت ما بنعملش حاجة، فاضيين، فبنتفرج على إيه؟ أنا من الناس اللي لا أخفي على حضراتكم سرا، أنا ماليش في المطبخ خالص ولا بحبه، لكن من فترة الكورونا ابتديت شوية إن أنا أتفرج على الفيديوز دي على اليوتيوب أو حتى على إنستجرام، وابتديت أتفرج على الناس اللي بتعمل وجبات سريعة جدا وشكلها حلو قوي قوي، وابتديت أنفذ أنا الوجبات دي بنفسي. في طبعا اللي كان حلو جدا جدا، وفي اللي زي ما أحمد كان بيقول يعني ما كانش رافع خالص، لكن كانت فرصة حلوة ليا إن أنا أقعد وأتعلم وأشوف وأشوف حاجات غريبة شوية، ولغاية النهاردة أنا بحب أتفرج. يمكن دي من الحاجات اللي أنا اكتسبتها، الحاجات الإيجابية اللي إحنا اكتسبناها في وقت الكورونا، إن أنا بقيت دلوقتي أحب أتفرج على الفيديوهات دي. أكيد لو عندي وقت بدخل المطبخ وأحاول أنفذها، لكن دايما بروح دلوقتي الوجبات اللي فعلا بقى سريعة، يعني دايما بيبقى فيه الحاجات اللي هي البسيطة كده ويديك أفكار مختلفة، وفي نفس الوقت بتبقى كرييتيف، عشان أي واحدة في البيت عندها أولاد بالذات بيبقوا عندهم مشكلة في الأكل المكرر أو البايت، فالفيديوهات دي بتدينا وجبات مختلفة كده وسريعة. في الحقيقة بقى أنا شايفة أن الفيديوز دي مفيدة جدا جدا لينا كلنا، لأن هي علمتنا أصناف مختلفة، ثقافات مختلفة، أكلات من ثقافات مختلفة، ابتدينا أن كل واحد فينا يدخل كده ويشوف والله ده الأكل اليوناني ده طلع حلو قوي، ده الأكل اللبناني ده طلع حلو جدا، وغيره بقى من الحاجات الكتير. أنا شخصيا يعني من ساعة الكورونا، بس طبعا بعد الكورونا الموضوع قل جدا. انت بقى انا عاجبني جدا حاجة انت قلتيها، بس انت فكرة تبادل الثقافات من خلال الانترنت، قدرنا ان احنا نجيب المطبخ الصيني عندنا، قدرنا نجيب المطبخ الياباني الياباني وغيرها. وبمناسبة الياباني تحديدا، انا اتذكر فترة الكورونا انا محب للاكل شوية، بس عندي مشكلة تحديدا الاول قبل ما اقول لك الموقف ده، عندي مشكلة ان تلاقي ايه وصفة سريعة في 10 دقايق وتلاقي الفيديو نفسه 10 دقايق بتعملي الاكل الطبخة دي، لكن تنفيذها على أرض الواقع بيكون مخالف تماما لده، علشان الوصفة العشر دقايق اللي انت تعمليها دي في 10 دقايق أو الفيديو اللي بتتفرج عليه في 10 دقايق بيتنفذ في ساعتين وساعة ونص. يعني صح، ما تسألينيش ازاي، يعني هو يقولك في 10 دقايق لكن الموضوع ما بيبقاش كده خالص، لأن بقى ده المونتاج وغيره. ده الجديد بقى ان كمان دلوقتي بتشوف الريل اللي هو 20 ثانية وسريعا سريعا سريعا، وتيجي انت بقى ايه تقول تتحمس، تتنفذ تقعدي توقفي بقى وتقعدي لسه في نص ساعة على ما احضر الطبق ده، ثلاث ساعات تعمل في الأكل. ده حقيقي. بمناسبة المطبخ الياباني تحديدا، انا فاكر ان انا فترة الكورونا قلت لهم في البيت، بس كانت المحلات كلها بقى قافلة، قلت لهم انا هعمل لكم حاجة حلوة النهاردة. انا خايفة من الموضوع. ما هو انا هقول لك فانا هعمل لكم حاجة حلوة النهاردة، وجبت كرتونة بيض كاملة وقلت هعمل لهم جابانيز كيك اللي هي زي الله. التشيز كيك كده. الله، فحتى والدتي ربنا يديها الصحة، ده كرتون البيض بتعمل يعني كيكايه بكرتون ازاي يعني، والحمد لله عملتها وكان مصيرها الزباله يعني الحمد فعلا لله. الحمد لله، بس التجربه حلوه، فكره انك تجرب، لان دايما الولاد عامه ما عندهمش الفكر ده. ان انا بصوا انا عرفت الديفو فين، وحاولت ان انا اقنعهم في البيت اللي انا اعمله تاني، بس ما رضيوش يعني، قالوا لي لا احنا كده تمام، كرتونه البيض انت مش هتاخدها تاني. بالظبط يعني، فما رضيوش. كان الديفو فين؟ الديفو يعني ده لازم اقول لك بعد الهوا. طيب على أي حال، هو ده سؤالنا لحضراتكم النهاردة، الناس اللي بتحب تشوف فيديوهات وتعمل الوجبات السريعة في البيت، احكونا عن تجربتكم، وهنستنى إجاباتكم على صفحاتنا الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى الانستجرام، وهنجاوب كمان مع حضراتكم على يعني أضرار الوجبات السريعة، وهل الوجبات اللي بتبقى موجودة على الانترنت دي لما نعملها في البيت هل بتكون أقل كالوريز أو أقل سعرات حرارية؟ ده اللي هتجاوب عليه بالتفصيل الدكتورة مروة نوح، استشاري التغذية العلاجية، في فقرتنا الغذائية النهاردة في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم. صباح الخير يا مصر.